بص حبيبي، عشان دوتشاتك في ايدك، قلمك ومسطرتك في كيفك، مذاكرتك في دماغك، مطوتك في جيبك. اللي يقول لك غشش نقطعه، اوعك تغشش حد. حاضر يا ماما. غش انت 4 جنيه بعد الامتحان تجيب لك ازازه كبيره. يلا يا ابني ربنا يوفقك. اظن احنا كبار، وعيب امسك حد بيغش وانا بيتكلم مع اللي جنبه. الامتحان سهل خالص، هتختاروا اجابه رقم 1 أو 2 أو 3. تفضلوا. هم وزعوا النكت ولا ايه؟ اتجننت من اول سؤال. لو سمحت يا باشا. نعم. السؤال الاول ده، اختار 1 ولا 2 ولا 3؟ انت بتستهبل. طب خلاص خلاص، اول مره تثبت التثبيته دي. انت لو بره كنت غزيتك في نضارتك. بص في ورقتك وجاوب لوحدك. ماشي يا عم الحنجره. بص في ورقتك. مالك يا حاج قرفان مني كده؟ زي ما يكون في حد هام تحت درسك، ليه القرف ده كله؟ ما ذاكرتش ليه الايام اللي فاتت؟ وانت ما ذاكرتش ليه طول حياتك؟ جاي تاخد نحو الاميه وانت